رحلة البحث عن الثانية عشر، خطوة وحيدة تفصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن التتويج بلقبه المفضل دوري أبطال إفريقيا، وذلك عندما يستضيف الترجي مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي البطولة القارية. لقاء الذهاب في تونس انتهى بالتعادل السلبي، ما يجعل الأهلي في حاجة للفوز بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب القاري للعام الثاني على التوالي وإضافة بطولة جديدة في خزائنه. ويتسلح الأهلي بمدربه السويسري المخضرم مارسيل كولر الذي استطاع أن يحقق سلسلة لا هزيمة في 21 مباراة مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، متخطياً رقم البرتغالي مانويل جوزي مدرب الأهلي الأسبق الذي حقق السلسلة خلال 19 لقاءً فقط. ولن يكون كولر فقط المبشر لجماهير الأهلي والدافع لتفاؤلهم، بل أرقام المارد الأحمر في آخر 5 مباريات خاضها ضد الترجي وهي خير دافع للاعبين للاستمرار في التفوق. فلم يخسر الأهلي من الترجي في آخر 5 مباريات، وحقق الفوز في 4 مباريات وحسم التعادل لقاء وحيد، فضلاً عن عدم استقبال الأهلي لأي هدف من الفريق التونسي في آخر 5 لقاءات بين الفريقين. بجانب الأرقام يأتي مصطفى شوبير الحارس المخضرم على رأس الأسلحة التي يمتلكها الأهلي في دوري الأبطال هذا الموسم، فعلى مدار 8 مباريات خاضها شوبير في البطولة لم يستقبل أي هدف، واستطاع القيام ب28 تصد ليساهم الحارس في تأهل المارد الأحمر إلى نهائي البطولة القارية هذا الموسم. وبين الأرقام المميزة والتفوق التاريخي وتميز كولر ومصطفى شوبير، يبحث الأهلي عن لقب إفريقي جديد يهديه لجماهيره على استاد القاهرة السبت المقبل.